عارفة يا حبيبتي، أنا لو مكانك ما أعملش كده. ما هو أنت مش مكاني فعلا، أصل أنت ما خسرتش كل حاجة، لا خسرت بلدك ولا أهلك ولا شغلك ولا صاحبة عمرك، ولا فضلت بتجري ورا واحد أول حاجة عملها سحب وعوده كلها وعينه زاغت على أول واحدة شافها، من اللي أنت عارف هما بيتسموا إيه. ممكن، ممكن جدا، بس لازم تعرفي ان كل راجل لينا ذواته، ولازم انت يكون مخك كبير عشان تستوعبي ده وتتصالحي مع النزوات دي. ليه؟ لانه في الاخر بيلف يلف ويرجع لك. لا يا حبيبي، الكلام ده لو احنا كنا متجوزين وفي بيتنا تلف وترجع لي، بس معلش انا غلطت وهتحمل غلطتي لغايه الاخر. واضح ان انت متضايقه، والدقيقة دي مش مخلياكي تعرفي تفكري كويس وتبصي الموضوع كويس. سيبك بقى من الوعود والعهود وكلام الأغاني ده، وخلينا نفصصها بالعقل. انتي هنا معايا ملكة عايشة عيشة الأغنياء، الكل تحت رجليكي، عايشة مع راجل بيحبك وبتحبيه. ايه بقى؟ راجعة مصر تاني ليه؟ اوعى تفتكر يا مروان ان انا ضعيف. لا، قوتي دي هي اللي خلتك عايش في العز ده كله. ماشي يا قوية، هتعملي ايه لما ترجعي مصر وامك تطردك، وابوكي لما يلاقيكي راجعه ايد ورا وايد قدام ومعكيش فلوس وما يبقاش طايقك؟ ولا هايدي ونادر، هايدي ونادر اللي بيدوروا عليكي عشان خاطر ينتقموا منك؟ ما انا من رايي ترمي كل دول في الزباله. انت تشتغلي وتعتمدي على نفسك. ايوه اشتغل بتعتمدي على نفسك، بس مين هيشغلك؟ هلا اذا كان كله عارف ان انت صاحبه هايدي اللي خنتيها، يعني اما هتشتغلي خاينه يا جاسوسه، يعني محدش هيشتغلك. انا عرفت 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 انت هتشتغلي ايه. انت رايحه تشتغلي في البيوت زي امك خدامه. بكره تعرف يا مروان انا راجعه مصر ليه؟ شكرا. يور ويلكم يور ويلكم. يا بنت انت مالك بس، فيك ايه؟ قومي يا بنت مالك قاعده كده عامله زي السنه؟ يا بنتي الرطوبه هتاكل عظمك. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده انت مين؟ انا على مهلك. قومي انت اللي مين يا اختي؟ انت اللي مين؟ انت بعيدة. هي كورية زمانك. نعم يا استا شكري. اسمعني انا هايدي. هي هايدي هانم خير ان شاء الله؟ كورية عملت لك حاجة تاني ولا ايه؟ ما عملت ليش حاجة. قولي له قولي له اجيب لي بسترمة بس يتوصل يشيل منها التوم، تومنا كيلو. حصل مذبحة كبيرة في المنطقة اللي انت جايبني فيها دي، وفي واحد ذبحوه بسيف كبير في وسط الشارع. مذبحة؟ مذبحة كيف يعني؟ ومين ده اللي قتلوه؟ الراجل اسمه ايه ده؟ خطيب اسمها ايه دي؟ ابراهيم، خطيب كوريا اللي احنا سلمنا عليه ده. يا ست هايدي نامي وغطي كويس، اذا كنت قلقانة ولا حاجة دي كوابيس، غيري مكان نومتك وهتبقى زين ان شاء الله. انا شفتهم بعيني، شفت الدم بعيني، ذبحوه قدام الناس كلها قتلوه. وبعدين انا قاعده مع الست المجنونه دي وخايفه قوي، تعالى وخلصني. مجنونه؟ جن لما ينططك ويعفرطك انت وعيلتك كلها. قال انا مجنونه ايه؟ طب بقول لك ايه، خليكي مطرحك، اوعي تفتحي الباب لسندس لحسن تهرب منك في اي حته، وانا هتصل بسوكا بالتليفون وافهم منه كل حاجه، وخليك مطرحك. يا الله منين دي؟ انا تقولي عليا مجنونه يا بنت؟ لا بس اسكت. بس بدك اكبر قبل. انت بتعملي ايه؟ بتعملي ايه يا ربي؟ انا ناقصه. طمني يا دكتور، ربنا يطمن قلبك. الجرح كان عميق ونزف دم كتير قوي، احنا عملنا له عمليه وحطيناه تحت الملاحظه، وان شاء الله يبقى كويس. ادعوا له يا رب. حرام عليك يا ابراهيم، ليه تمرمط نفسك مع الاشكال دي بس؟ لا انت شبههم ولا هم شبهك. ما
يا ما قلت لك اهي ناخد حته ارض في ايها صحراء ونبعد عن الشر ونغني له. استفدت انا ايام ما تروح مني بشربه ميه كده. توجع قلبي عليك كده يا ابراهيم. بس ربنا يقوموني بالسلامه يا اخت كوريا، وانا هدعي له في صلاه الجمعه ان شاء الله. ما تزعليش نفسك يا كوريا يا بنتي، ربنا عمره ما يجعل الغلابة ابدا. يا رب يا رب انا ماليش غيرك. ما انت عارف. الطف يا رب، الطف يا رب. معلش يا حبيبتي، قومي يا كوريا، قومي روحي انت اقعدي مع خالتك سندس وبنت خالتك جمالات. ايوه، وانا وسوكا حنبات مع هيما هنا للصبح، وهبقى اطمنك بالتليفون. قوم روح. فين يا خال؟ اقطع دراعي من هنا. المكان بوظ الفقر ده هو سبب كل اللي احنا فيه ده. ما كنا قاعدين في امان الله، لا بينا ولا عليه. من ساعه ما رجلينا نحس خطه البيت واحنا المصايب نازله ترف علينا بالتقيل. هذا المرار الطافح. ما بقول لك ايه، انا مقدر حالتك يا بنت الناس، مقدر حالتك. تعبانه هاي، تعبانه كوريا. بقول لك ايه، ما هي بنت اختي زي ما انت بنت اختي بالضبط، وهي مزنوقه والمزنوق لازم نقف جنبيه. نقف جنبيها انت براحتك، انا خلاص ما عدتش طايقه اروح اشوفها في البيت. يا حرق قلبي عليك يا ابراهيم، كان مكتوب لنا فين كل ده؟ اهدى يا ستي، اهدى يا ستي، ربنا يجاوبهولك يجاوبهولنا كلنا بالسلامه. وبعدين ما تزعقيش صوتك عالي، الناس عيانه. ياللي بطن البقرة كلها عايشة بحسك يا إبراهيم، ياللي ما تطلعش منك العيبة أبدا يا إبراهيم. أنتي بتنوحي على إيه وش البومة أنتي؟ ثم أنت اللي جايبك هنا أساس؟ ليكي فيها إيه عشان تنوحي كل ده؟ ما هو أنت لو ريكي راجل مش متجوزة عبص، ما كانش واحد سمع لك حس؟ اهدي حس؟ اهدي، الناس عيانة، الناس تعبانة، اهدي. هو يا خال خلاص يا بنت، خلاص يا كوريا. يا كفرة. التيوتا، الميكروباص، لوحات معدنية ح ميم ت، سيارة رقم 345 مرور الزاوية. أنا يا باشا لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا رد على السؤال. أرد أقول إيه يا باشا؟ أنا أساساً معيش رخص السواقة وما بعرفش أسوق، هسرق عربية ليه سعادتك؟ مقدم البلاغ شافك وأنت بتسوق عربيته يوم الأربعاء 23 مارس الساعة 12 بالليل. أين كنت في ذلك الوقت؟ كنت في البيت. نعم كنت في البيت وكنت نائم، أصل أنا حضرتك طالب في كلية الزراعة، والصبح بدري بيبقى عندي معامل ومحاضرات وكده، ما بصهرش ال 12 دي ابدا ابدا. انت لسه طالب؟ مع ان شكلك سنك كبير يعني. اصل انا مريت بظروف عائليه وحشه قوي، والدي توفى وانا بدرس وزعلت عليه قوي فتره، بس انا كنت مرتبط بيه جدا الله يرحمه. بس انا ان شاء الله هتخرج زي ما وعدته باذن الله. انت مال شكلك عامل كده ليه وتحت عينك اسود وشكلك مبهدل؟ من كتر المذاكره يا باشا، والله اصل الامتحانات قربت وبسهر طول الليل عشان اذاكر. يخلى سبيل المتهم بضمان محل اقامته. شكرا يا باشا. تعالى 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 تعالى. نعم تعالى هنا. نعم نعم. فين عندي؟ فين هنا؟ ماشي يا باشا، اصلا اول مره واخر مره ان شاء الله. لطيف بقى الشيخ جاسم ولا مش لطيف؟ اه طبعا بالطريقه دي يبقى لطيف جدا. حبيبي انا عاوز اسالك على حاجه. انت هتديني كام في الموضوع ده؟ يا حبيبتي فلوسي كلها ليكي وانا فوق البيعه. انت كده كده معايا يا حبيبي، بس أنا بسألك عن الفلوس. آه عايزة كام يا حبيبتي؟ ها؟ أنا عاوزة الربع. أنا عاوزة الربع. الربع؟ وماله؟ وماله يا حبيبتي؟ نقبض بس وبعد كده نتكلم. ماشي. ألو. أيوه سعيد. بقول لك إيه؟ المركب ما تتحركش خالص لغاية ما شركة التأمين تخلص كل شغلها، وبعد كده المركب التانية يتحرك بعدها بساعة. يلا يلا. أوكي أوكي. بقولك إيه، أنا عايزك تشوف شغلك كويس، ها، عشان هنتعامل مع بعض كتير بعد كده. يلا حبيبي بالتوفيق. ألف سلام عليك يا أمي، تؤمنا بالسلامة إن شاء الله. تعيش يا سكا يا ابني، تعبت نفسك وجيتوا ليه بس يا هاجر يا بنتي؟ أبلة هاجر، ربنا يخلينا أبلة هاجر، خلصت لك الجواب على نفة الدولة، وأنا الصبح إن شاء الله خلصت لك إمضة الوزير. طب ما بدل ما أنتوا تعبين نفسكم كده وعاملين إن أنتوا جبتوا التايهة، كنتوا كلمتوا المستشفى كانت صرفت لها معاش ولا شافت لها شغلانة وهي قاعدة، بدل ما هي مزروعة كده وعمالة تقول عايزة أدفع عايزة أدفع وما بتدخلش قرش. ما تقلقيش يا حاجة انتصار، انا اعرف دكتور في الوزارة وهخليه ان شاء الله يخلص لك الورق بسرعة وتقومي بألف سلامة ان شاء الله. ما تبطلي نواح بقى يا ولية، بواصلي دماغي المتكلفة كانت تداهي وانت بوس فقر. بقولك يا جدع، هو البعيد ما بيحسش ولا ايه؟ ايه ده؟
انت جايبالي معارف الدول عشان يمدوا ايدهم عليا يا ابو زلفقر. خلاص بقى خلاص بقى يا سوكا، معلش يا حاجة انتصار، هنبقى نجيلك بعدين وان شاء الله لما سوكا يخلص التقرير هبقى اجي اقولك على مواعيد الغسيل. يلا يا سوكا. ابقى قتلها طفح معاك تطفحه. اوعى يا بنت. خلاص يا سوكا. انت لولا قد جدي كنت بصت لك ودانك يا جدع. خلاص يا سوكا عشان خاطري. يلا بينا. يلا والله لولا قعدة الحشيش لا احترامها لكنت قمت لك. طب ادي الحشيش اهو يا عم. خلاص يا سوكا يلا بينا بقى. الحشيش الحشيش يا ابن السعيلة الحشيش. طب انت ايه اللي خلاكي تقولي لي على كل اللي حصل بينك وبين ياسر؟ عشان خايفة منه قوي يا نيبر، ومحتاجة حد قوي يحميني. انا حاسة ان القوي هتقدر تعمل ده. الظاهر انه عمل مجهود خرافي عشان يجيب المعلومة دي. انت قلتي لي انك ما قلتيش لحد. انا تقريبا حكيت لواحدة صاحبتي زمان ساعة ما حصل الموضوع ده، بس معرفش حاجة عنها، يمكن بقالي سنتين اصلا ما شفتهاش. بص يا سارة، انا عايزك تثقي فيا. انا هقول لك تعملي ايه وتتصرفي معاه ازاي بالظبط علشان ما اشكش انك قلتي لي اي حاجه. حاضر يا نادر، بس بليز انا مش عايزه اي حد يعرف الموضوع ده. انا من ساعتها بحاول انساه باي طريقه ومش عارف، وهو جيب كل برود راح فاتح لي الجرح كله. تخفيش. امسك يا سوك الورقه دي، تروح بيها الوزاره وتسأل على دكتور أيمن عبد الله وتشوف هو هيقولك إيه. أنا مش عارف يا الله، أزعل على الست الغلبانة اللي فوق ديت والله أفرح إني شفتك. ملوش لازمة بقى الكلام ده يا سوكا. وعلى فكرة لولا الموضوع ده أنا ما كنتش كسرت كلام أخويا أبدا، بس هي الست دي طيبة وما تستاهلش بصراحة اللي جوزها بيعمله فيها. أنا كل يوم يا الله بكتشف إنك أجمل وأجمل وأجمل، وأنا الحمد لله عشان ربنا أكرمني قابلتك في المستشفى. أنا لفيت الدنيا دي كلها مش هلاقي ضفرك. طب استنى انت بقى عشان انا همشي. تمشي تروح فين؟ طريقي هو طريقك يا ابله، بدل ما حد يضايقك يعني. يضايقني؟ انا اللي يضايقني تبقى امه داعيه عليه. بعدين استنى شويه بعد كده امشي واتقل كده عشان تاخد الاتوبيس اللي بعدي، ولو لقيتك راكب الاتوبيس اللي انا راكباه هنزل منه. انا بقول لك الادب لناسه، حكم القوي على المطربين. يا جولي الوش اللي انت عاملاه ده والله واشتغلت فيك يا غالي انجليزي يا بطل البقرة. يا بنت بلاش ده، مش انا مش عارفة اسمع الغين ومنك. اسمعي اسمعي، ما انت خلاص عيارك فلت انت كمان. شوية شوية لقيت ست هانم مدخلك عليا ببدلة رقص وسجار. يا سلام. خير؟ عايزة ايه يا كل؟ عاوزة منك يا حصر، انا جاي هنا زبون اتفرج واشتري بفلوس. هو انا مش بنت وداخلة على جواز ويلزمني جهاز؟ ولا تكونيش مفكراني يعني هقضي شهر العسل بهدوم الشغل؟ زبونة؟ ايوه زبونة. ايه مشبهش ولا مشبهش؟ المحل قدامك اهو، نقي اللي يعجبك، بس ما تبهدليش حاجه، واللي تبهدليه ترجعي تطبقيه. اسمعي بقى اما اقولك، اوعي تبيعي لها حاجه البنت دي، اترضيها بره. والنبي اتبطنت يا خالتي، ده المحل فيه حاجات حلوه شكلها تعجب الواد ابراهيم. بقولك يا بنت، ما تجيبي لي الاحمر اللي على الملكان بره ده اشوف. ملكان؟ الحقي الحقي ردي اوام. الو مساء النور. الحمد لله كويسه يا حضره الضابط. بتعملي حاجه بكره؟ بكره اشمعنى؟ اي حاجه يعني. لا بس ورايا المحل. كنت عايز اعزمك بكره على الغدا. تعزمني على الغدا؟ مالك بيها يا بنت انت؟ بترزلي عليها ليه؟ الله لا مش هينفع، اصل انا هنا لوحدي في المحل ومش هينفع اسيبه لوحده، قصدي يعني مش هينفع اسيبه وامشي، خليها لوقت تاني. مفيش وقت تاني، هو بكره. انا خلاص حجزت المكان والغدا. وبعدين بقول لك ايه، لو قلت لا هبعت لك اتنين امنا يقفوا على باب المحل، ما يدخلوش حد لغايه ما توافق. يعني اعتبر ده امر يا حضره الضابط؟ سيبتي ولا بامرك ولا حاجه. قلت ايه بقى؟ خلاص بكره اقول لك. اتفقنا. باي باي. اطلعي يا اختي هاتي لي العلمه اللي كان بره ده، انت ليلتك حمرا. صباح الفل. يا صباح القشطه يا صباح الجمال. وحشتيني يا بنتي يا نوال والله، وحشتني حاجاتك الحلوه يا بنتي يا كوز العسل. دول شويه مهلبيه، انما ايه هتاكلي صوابعك وراها. اه قولي عاوزه تنمي على مين يا بنت؟ قولي. ابدا والله يا خالتي، دايما كده فهماني غلط. ما تبقيش نوال بنت ام نوال. قولي قولي قولي، ما تتكسفيش قولي. ابدا والله، انت صعبتي عليا فقلت اقول لك
ان سلومه خد فلوس بتاعت البيت بتاعت التنكيس اللي انتوا دفعتوها وراح اشترى حته ارض في الحاره اللي ورانا. قال ايه؟ عايز يبني عماره 11 دور بسانسير ومدخل رخام. يا مصيبتي بفلوسنا يا سلومه؟ يا خرابي، ده انا الجمعيه لسه نحلى وبر يا ولاد. ما هو انت صعبتي عليا فقلت اقول لك تلحقي قبل ما يبني. تعالي هنا يا بنت قولي لي، هو هيبني عمارة 11 دور بسانسير ومدخل رخام بفلوسنا احنا؟ بالفلوس دي ازاي يعني؟ ليه كرتون ولا كرتون؟ هو في حد دلوقتي بيبني بفلوسه؟ هو حاطط يافطة بصورة العمارة على الأرض واللي بيجي بيدفع. واهو من دقن وفتله بيتك يا راجل يا ضلالي. أمان عليك يا مسوكة، أنا ما قلتلكيش حاجة يا أختي. أنا مش ناقصة مشاكل معاه. مشاكل؟ هو لسه سلومه شاف مشاكل؟ ده انا هخرب بيته هو واللي يتشدد له. اللي معايا هيبقى معايا، هو عساس. اللي عليا هيبقى ورايا، اللي معايا هيبقى معايا، اللي عليا هيبقى ورايا، محدش يعرف يكسرني طول ما ربنا بقى وياي. على راس اللي يبقى عليا، اللي عليا الايام جايه، مش هنسى اللي وقف يوم جنبي ولا هنسى اللي استنطر بيه. اوعى انا قلبي قادر ابقى اي حد أمبحة. انا عالي زي الجبال. اوعى اطرخ يمين. الله، هيما فين يا سوكا؟ شمال شمال. هيما فين يا سوكا؟ ايه يا اسطى؟ ايه ثم انت اللي موقفك على عربيه الكبد؟ انا شايفك واقف عليها من امبارح، قلت تلاقيه راح هنا ولا هناك وموقفك على ما يجي. ما انت عارفه ان كبداكي ما بحبش يقف على العربيه عشان اهو اهو جه اهو. انت فين يا هيما من امبارح وسايبني؟ لا اعرف عنك حاجه ولا معبرني ولا حتى طمنتني بالتليفون. عملت ايه في النيابه؟ انا قدامك اهو. ما عملوش حاجه، ما حدثونيش، قلت لهم ماليش فيه، قالوا لي اخلاء سبيل. طب الحمد لله. تعالى بقى شوف النصيب اللي انا فيها. سيب بتاعي الصبح سلومه الكلب اخد الفلوس اللي اديناها له وتكيس البيت ورايح ابني بيها عماره جديده. هلا وانت مش عارفك يا كوره، انت كنت عديتي فلوس وعارفه دي فلوس ايه ودي فلوس ايه. يا هيما خلص البيت ما بقاش مستحمل، هيقع على دماغتنا. تعالى معايا انت وسوكا نوقف له، انا مش هقفل لوحدي. طب استني بس افوق وافطر واجي معاكي. يا دي النصيب عليا ياما. طب اعمل ايه يعني؟ اروح استاجر لي راجل من على القهوه يتصدر لي؟ ادم ماليش راجل يتصدر لي. بقول لك يا ابراهيم، انا خلاص انا بتحط ايدي في الشقه منك. قولي قدامي، قولي قدامي. يلا اهلا وسهلا. ده ايه الخطوه العزيزه دي؟ خش يا ناونه واعمل لهم كوبايتين شاي. استنى نواف، احنا رجوف يا اخويا ولا جايين للضايف؟ وديت فلوس تنكيس البيت، فين يا جزار البهاي؟ ايوه يا اخويا، ما تضحكش علينا بكوبايه شاي ولا ازازه قزوزه. فين فلوسنا يا راجل؟ فلوسنا اللي قاطعينها من لحم الحي. فلوسكم؟ اه فلوسكم في الحفظ والسون. فلوسكم معايا ولا كانها في البنك المركزي عدم المؤاخذه. بطل تلف وتدور علينا، احنا عارفين ان انت خدت فلوس التنكيس وبنيت عماره جديده. ابني عمارات براحتي يا عم السوق. ايه انت هتبص لي في رزقي؟ رزقك يا راجل يا حرامي؟ وديت الفلوس فين اللي فتحتني عليها وخلتني استلف من يسوى اللي ما يسواش؟ وفين التنكيس يا عم الفييس؟ ما تتكلم يا ابراهيم. بقول لك ايه يا سلوم، انا ساكت من الصبح وسابك تبرطه، بس من الاخر كده يا حبيبي الفلوس دي انت واخدها على ايد الحكومه وماضي على كده. هتقعد بقى تستلوح وتلوح بالفلوس يمين وشمال، الحكومه هي اللي هتزعلك. ايوه بقى الحكايه كده. كل واحد يعرف واحده تعرف ظابط وماشيه معاه يفتروا على الخل. يا راجل خلي عندك. انت يا كوريا. لا يا حبيبي، واحنا كمان هنزعلك، واحنا زعلنا وحش. انت مش مجرب ولا ايه؟ ايوه بصراحه يا متر، هو ورا القضيه كله كان عند محامي تاني. هي كانت عند الدكتور نادر عالم الدين، بس هو عنده ظروف فاحنا قلنا نلجا لمحامي تاني. انا محترم مقدر صراحتكم، بس دي قضيه صعبه، انا محتاج شويه وقت عشان ادرسها وارد عليكم هقبلها ولا لا. بس يعني كده حضرتك هتاخرنا. انتوا عارفين ده موسم قضايا الكبار اللي في البلد، واحنا كلنا خمس محامين اللي القضايا اللي من النوع ده بتروح لهم، فالدنيا زحمه شويه. طب يعني ممكن حضرتك تحدد لنا ميعاد؟ لو كنت هقبلها ممكن اتاخر شويه، ولو مش هقدر هتلاقوني برد عليكم بسرعه، وخصوصا انكم اتاخرتوا على ما جيتولي، والحكم ضد المتهمه هيصدر قريب. احنا متشكرين قوي يا استاذ، عن اذنك. خلاص يا عم وهدان، اخوك طاعون خارج كبدكي تحت جناحه وبعونه هم الجوز. جاك طاعون ياد يا نسر، ياد ده انتوا ولادي اللي ما لمستش امهم، هي بس المصلحه رشقت علينا، جت كده نقول لها لا. طب بس رشقت على الضيق، دب ايدك ووسعها شويه، ده احنا عشره الايام والليالي السوداء سوا. طب بس انت اعطيني بعد الوقت وانا وسعها عشان انت والنسر ما تزعلوش. انت ياد قاعد بتنبر لي زي ما كنت اشتغلت في كارفور. ياد عشت الليل مع الاشكال الوسخه دي ما تلزش، وفلوسها شاربه سبيرتو لما عميانه بتطير زي النسر. يا نسر
ايه؟ المدام؟ يا ريت، عملي لسه. ايوه يا نوال. ايه يا واد الدخله الناشفه دي؟ وحشتني. ملياش حق توحشني يعني، ده احنا كنا ولا المتجوزين. هاتي من الاخر وارمي اللي في بطنك يا نوال. عاوزه ايه؟ عاوز منك ايه يا هيمه؟ ولا عوزت منك ايه يعني قبل كده؟ وحشتني، عاوز اشوفك. وانت ما وحشتنيش، ولو في خراب في دنيتي هيبقى من تحت راسك انت. جرى ايه يا هيمه؟ هو انا كفرت يعني اني بحبك ولا كفرت؟ سلام يا نوال، انا مش فاضيلك. سلام. ومش فاضيلي ليه؟ وراك ايه يعني اهم مني؟ قلت لي عاوزه اقابلك وانا قلت لا. هنحكي في ايه تاني؟ وانا احكي معاك ليه؟ انا اقوم افتح باب الشقه واخبط على كوريا واحكي معاها واقول لها انك كدبت عليها في حكايه الفرح والهدوم اللي انت مستلفها، وانك كل ليله بتطلع تتسحب وما بتجيش غير وش الصبح وشمس ربنا منوره. يعني ايه يا نوال؟ يعني تتعادل معايا وانت بتكلمني. انا هشوف كده سلومه دنيته ايه وهكلمك وانزل اقابلك. امين امين. ايوه كده. يا نهار اسود، كل دي مسجات وانا قافل الموبايل. ابو طالب ابو طالب ابو طالب ابو طالب، انت مجنون. دينا 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 دينا. ساره كده كتير قوي، يلا بقى. سارة بتعملي ايه يا سارة؟ سارة سارة بتعملي ايه؟ افتحي يا سارة. سارة هو انت ما فتحتش ليه؟ افتحي له، انا عارف مين. وين مروان؟ مروان وينه؟ ايه؟ ايه في ايه يا شيخ جاسم؟ مروان وينه؟ ايه؟ اهو. اهلا وسهلا يا مروان. اسمع، انا عرفت انك انت اكبر نصاب عرفته بحياتي، وانت منحاش من مصر لان عندك قضية نصب. اسمع، ترجع الاثنين مليون يورو مالوتي ولا خليك جدة هام دهنيه؟ اهدى بس يا شيخ جاسم. وخري انت الثانية. اهدى اهدى بس يا شيخ جاسم. اهدى، حرام عليك. كفاية من ساعة ما عرفت موضوع السفينة وغرقها ده وانا بتقطع من جوه. اسمع، انت فاكرني انا اهبل ولا بريالة؟ اي مركب اللي غرق واي سكر اللي داب، مثل ما قلت لك تدفع لي فلوس الاثنين مليون يورو ولا افرغ المسدس هذا براسك؟ اهدى بس، اهدى وتعالى اقعد، اهدى. وبعدين انا مش فاهم يعني لما يكون ملياردير زيك يضيع نفسه عشان مبلغ تافه زي ده، وانا ان كان عليا انا عايزك تضربني بالنار وتموتني وتخلصني من التقطيع اللي جوايا ده. بس اعمل ايه؟ المكان كله مليان كاميرات، يعني اي حاجه انت هتعملها توصل للامن على طول. اهدى بس، اهدى اهدى وتعالى اقعد، تعالى اقعد. ما تفهمني ايش بتسوي يا علمني. تعال اقعد وانا هعلمك. تعال اقعد يا نجوان. اتفضل اتفضل يا شيخ جاسم. اعمل لنا كاسين بسرعه، خلي الشيخ جاسم يروق. تعال بس تعال. انا عليا للشيخ جاسم طبعا، بس مش عارفه ليه هو النهارده عصبي كده شويه. هو شكله قلبه ضعيف ومش قد التجار. بس بس يا نجوان، لا 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 لا، ما تقوليش كده. مش معنى ان الشيخ جاسم خسر صفقه يبقى قلبه ضعيف، ما هو برضه كسبنا واحنا معرفتنا ملايين. انا عندي افكار لا يمكن تخسر ولا يمكن تعرف غرق ولا بحر ولا الكلام ده خالص. طيب ما تفهمني، فهمني يا فلتة زمانك. مقبولة منك يا شيخ جاسم. عارف تجارة الأفكار دي أنجح تجارة على مستوى العالم. ليه؟ لأنها لا هتحمض ولا هتفسد ولا هتعطل ولا أي حاجة خالص. وبعدين؟ فهمني، مو فاهم شيء أنا. هفهمك، بس شيل المسدس ده وخليك راجل مؤمن، وقول إنا لله وإنا إليه راجعون، واللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها. آمين آمين. نور الدنيا كلها يا شيخ. كاسك. شكرا. اتفضل. شكرا. خد يا حبيبتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلا يلا، شط واحد شط واحد. ها بالهنا. الله يهنيك، تسلم ايدك. منور منور يا شيخ جاسم. يلا يا نجوان كاستاني بسرعة. شكرا. أنا عارف إنك مستغربة المكان هنا شوية،
يعني اكيد عشت بره مصر ومش واخد على الاماكن هنا، بس صدقيني المكان هنا لطيف قوي، انا باجي كتير انا واحد صاحبي. لا المكان فعلا لطيف حلو قوي. بقول لك ايه، انا مش عايزك تتوتري من وجودي، يعني اعتبريني يا ستي مش موجود خالص، او ما اقعد على ترابيزه تانيه ولا ايه؟ لا لا ازاي، لا لا مفيش حاجه خلاص. يخرب بيتك، يا ريتني جبت سيره مليون جنيه، ده انا لسه ما خلصتش الجمله. حبيبي انا قلت اطمن عليك، عامل ايه مع المزه البلدي بتاعتك؟ بتحترم نفسك بقى، وبعدين مش وقتك، اقفل يلا دلوقتي. مش وقتي ايه، انا بتاع كل الاوقات، انا جنبك اساسا وداخل عليك، اطلب لي اكل معاك. ما تستعبطش، مفيش الكلام ده، وحيات امي جايلك. سلام. معلش يا ستي، واحد صاحبي مجنون شويه. المهم انت عامله ايه؟ كويسه قوي كويسه. طب قولي لي بقى، تحبي اكلمك انا عن نفسي ولا تكلمين انت عن نفسك؟ لا ابتدي انت الاول. سامعك. انا اسمي علاء عبد الحميد وبشتغل ضابط مباحث. لو سالتيني ايه اكتر مهنه بتكرهها في الدنيا هقولك هي شغلانه المباحث.